عسلمة عسلمة على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. اليوم نواصلوا السلسلة بتاع الفيديوهات اللي نحاولوا باش نعرفوا على بعض الأذكار ونحاولوا باش نتكلموا عليها. بالطبع أنا أتكلم على حسب وجهة نظري الشخصية وعلى حسب معرفتي، وكل شيء قابل للنقاش وكل شيء يمكن أن يتم مراجعته. تكلمنا في الفيديو اللي قبل هذه على أن اللاديين هم مستقبل البشرية، وهذه كي تشوف معناتها أكد عليها عدة مفكرين وفلاسفة، قالوا أن البشرية مرت بعدة مراحل. مرت مرحلة اللي نطلق عليها الأسطورة، ثم الآن معناتها الآن تعيش في آخر مرحلة الأديان، والمستقبل هو للعلم والمعرفة والحقيقة الفعلية. لو تلاحظوا وتشوفوا اللي فكرة آدم وفكرة الأديان هذه اللي موجودة توا، اللي مازالوا يعني مع الأسف مازال نجم نقولوا أكثر من نص البشرية مازالت تؤمن بالفكرة هذه، هي فكرة حديثة جدا، يعني ما تتجاوزش 5000 6000 سنة 7000 سنة، يمكن كان نزيدوا نطولوا 10000 سنة. احنا نعرف ان الانسان العاقل وعلى حسب يعني البحوثات العلمية الحديثة توجد منذ ملايين السنين، يعني توجد الانسان وفما مثلا وجدوا رسومات ووجدوا انه كان عنده نوع من المعتقدات. صحيح اللي فما مثلا الفكر اللي قريب هذا للدين، يعني توجد ما عندوش ياسر، يعني عنده نجم نقولوا بعض البحوثات حول المقابر يعني 300000 سنة، يعني حديثة تسمى. أما مسألة الأديان سوى الإبراهيمية ولا قبل الإبراهيمية، احنا نعرف أن أقدم دين موجود يعني في الهند، يعني دين بمفهوم دين مش بمفهوم أسطورة أو عقيدة، أو لازمكم تفرقوا ساعة. من بين الدين الطبيعي والدين المصطنع أو المخترع، فهمت؟ تنجم تكون زادة هناك أفكار إيمانية ولكن ليس لها أي علاقة بالدين، معتقدات أما ما تجمعش في إطار ديني. لكن الدين ده يظهر وبدأ يتطور عند الإنسان، نجم نقوله وقتها بدأت تظهر ما يسمى بالعصر متاع الكتابة. قبل عصر الكتابة ما عندنا حتى شيء، يعني صحيح فما معناتها البحوثات العلمية وكل شيء، معناتها فما بعض التواقيس الدينية أو الإيمانية بصفة عامة، ولكن ليس هناك بمفهوم دين متكامل. إذا الفكر الديني جدا حديث. أما هذه فكرة آدم وظهور البشرية من آدم وحواء، هذه معناتها فكرة ما تتجاوزش معناتها 3000 سنة، يعني من العهد البابي ل 3000 4000 سنة، يعني حاجة جدا حديثة أو 5000 سنة عهد الفراعنة وكذا وكذا وكذا، يعني مسألة حديثة جدا. احنا اليوم في عام 2014 لاحظوا ان منذ ظهور الاسلام نجم نقولوا ما عادش ظهر ديانات كبيره، يعني باهي ظهرت معناتها فروع كما مثلا البهائيه انسحبت وقالت اللي هي معناتها مصححه للاسلام، لكن ما عادش ظهرت الديانة. علاش؟ خاطر مستوى الوعي البشري تطور، ما عادش توا كان يجي واحد ويجي مثلا يقول مثلا انها الله اتصل به، باهي اكيد عندنا مذاهب سكت نسميهم سكت عندهم بعض الانصار وبعض الواحد، لكن ما عادش مساله كبيره، ما عادش حاجه كبيره ومهمه، ما عادش تنجم مستحيل تظهر اديان اخرى، فهمت؟ يعني الاديان ماشيه وتتراجع ماشيه وتتخلف.
هي المعتقدات الدينية الموجودة توا مشاو توا. نشوفوا كل الأديان اتطورت، حتى المسيحية. المسيحية عندها مئات السنين ليس هي المسيحية اليوم. اليهودية نفس الشيء، مش هي اليهودية. صحيح ديما يبقى جانب متمسك بأشياء قديمة وأفكار متخلفة. الإسلام معناتها على حسب يعني التاريخ، يعني من الديانات هي آخر الديانات نجم نقولوا الكبيرة، ولقد تم يعني عدة طرق لتطويره ولم يتم تطويره. يعني كل ما نحاول نطور الإسلام يظهر لنا مذهب آخر، هاو مرة قرآنيين، هاو مرة أحمديين، هاو مرة إسماعيليين، هاو مرة كل مرة، وديما الإسلام الأصلي ما يتبدلش. علاش؟ خاطر الإسلام نجم نقوله هو الديانة الوحيدة اللي حمات نفسها من التطور. على خاطر اللي جاب الإسلام أو اللي حط القواعد تاع الإسلام كان يعرف اللي الديانات اللي قبل الكل تبدلت وتطورت. إذا شنو عمل؟ عمل ما يسمى قواعد وخطوط تمنع هذا الدين باش يتطور. هذه مشكلة، مشكلة كبيرة. يعني أنت عندما تضع فكر غير قابل للتطور كأنك قضيت عليه، قضيت عليه كليا، على خاطر هنا ربطت مصيره بمصير العبيد اليوم نبي. وهنا العبيد اليوم نبي شيء طبيعي، وتشوفوا حاجة ما عادش تتطور. صحيح توا شادين صحيح، شادين صحيح يقول لك كذا وكذا وكذا، والإسلام هو الحق والحق، لكن هذه إلى متى؟ العلم قاعد يتطور والإنسان قاعد يتطور، ما عادش. يعني هذاك علاش أنا ديما نقول القضاء على الإسلام هو القضاء على كل الأديان، لأن في الحقيقة هذه حقيقة أن المستقبل للادينيين. وهنا ندخل في الموضوع اللي حبيت نحكي عليه هوني في الفيديو هذه، شكون هم اللادينيين؟ هنا حبيت نبين حاجة. لاحظوا أن في الإلحاد بصفة عامة الغربي، عندما نقول الغربي يعني الغربي يعني اللي ظاهر يعني المفكرين الغربيين، خاطر راهو العالم الإسلامي عنده مفكرين متاعو، عنده ملحدين متاعو، عنده اللادينيين متاعو، عنده تقرأ يعني من أكبر العصور، معناتها من أكبر الشخصيات اللي ظهرت في العالم الإسلامي هما عباد لادينيين وملحدين. ما عندناش كان علماء الغرب، يعني ما لازمناش معناتها نقولوا فما كان الغرب هو لا، ما فماش هذه مثلا. فما الانتاج بشري موش محدود لا غرب لا شرق لا الدولة الفلانية لا الدولة الفلانية، هذه مسألة حقيقة. العلماء بصفة عامة أينما يجدوا الحرية والإمكانيات يذهبون إلى تلك المنطقة ويطورون الفكر بتاعهم، هذه مسألة عادية معروفة على عبر التاريخ. يعني ديما البلاصة اللي فيها الحضارة هي اللي تظهر فيها العلماء، ولا يعني أن ذلك العالم هو ملك الغرب أو ملك الشرق أو ملك فلان أو ملك فلان. يجبنا نفهموا اللي هذاك ملك البشرية جمعاء، هذه مسألة حتى واحد بينجم، حتى حضارة، حتى دولة، حتى دين، حتى عقيدة نجم أن تدعي لوحدها أنها هي رائدة في العلم والمعرفة. على خطر نعرف احنا ان الامور تتطور بشوية بشوية، هي فكرة يمكن فكرة تجي عند انسان بسيط ثم يعود يقولها وتنتقل عند شخص اخر، من بعد الاخر يعود يقولها، من بعد الاخر يكتبها، وبشوية بشوية الفكرة هذه تتطور، ومع التطور متاحها حتى لين توصل الى نوع من الحقيقة. مثلا نضرب مثال مثلا على المسألة هذه، انسان مثلا يفكر باش يمشي على القمر، تجي الفكرة هذه يقول عليها شعر، من بعد فترة العباد تولي تزيد تقتنع بالفكرة هذه، تجيب فكرة أخرى، تجيب معتقد أنه واحد اطلع على القمر، تجي فكرة في الحلم أنه اطلع على القمر. بشوية 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 مع ألف 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 السنين الفكرة تتطور وتصبح
علاش لا ما نطلعوش للقمر؟ وكيك نصلحوا صواريخ بشوية بشوية ونطلعوا للقمر. إذا هوني الفكرة هي الأساس. والإنسان، الإنسان يعني عنده وعي بهذه المسألة، عنده وعي وعنده معرفة بالكتاب هذه المسألة. هذاك علاش ما لازمناش احنا نقولوا ما نؤمنوا كان بالمادة، وانا نحكي على اللي يقول لك مثلا احنا ملحدين ماديين. لا، حتى الفكرة، فهمت؟ الفكرة، الإحساس، الضمير، الضمير تقول لي فماش ضمير، فما ضمير الإنسان به، مش بالمفهوم الديني، لازمكم تعرفوا اللي مش بالمفهوم الديني، ما نحكيش بالمفهوم الديني يعني. الآن احنا توا مرينا من المرحلة هذه، المرحلة الدينية انتهت، توا لازمنا نكونوا مسؤولين على أنفسنا. بعض الياسر مثلا يجيوا يقولوا لي مثلا كيفاش يمكن للكون هذا ما هوش موجود له خالق، فهمت؟ يعني كيفاش ممكن يكون للكون غير خالق؟ ويجي مثلا يضرب لك مثال اللي كل شيء في هذا، معناتها الشيء حتى ستيلو وقتها هو يبدا موجود، يعني فما شكون اوجده. لكن هؤلاء اللي يطرحوا عليك هذا السؤال، فهمت؟ ما يجاوبكش، يقول لك من اوجد هذا الاله؟ لان يقول لك هو العله الاولى. انا علاش نقعد نكسر في راسي ونحط في اله خرج هذا الكون هو العله الاولى؟ علاش ما نحطش انا الكون هذا هو العله الاولى لذاته؟ اذا انا وقت نؤمن ان هناك اله ليس له خالق وانه العله الاولى وانه غير محتاج الى خالق، انا منطقيا وعقليا اؤمن ان هناك شيء بين قوسين يمكن أن يكون بدون أن يكون له إله، وهو اللي حسب التفكير الديني هو الله. إذا أنا علاش كسر في راسي؟ علاش أنا ما أعتبرش أن هذا الكون وهذا الوجود اللي أنا موجود فيه هو العلة الأولى وهو غير محتاج إلى إله، لأنه أوجد نفسه موجود من الأصل. النجم يقول أوجد نفسه بنفسه أو تطور على حسب ذاته. هنا المسألة المهمة اللي لازمنا ننتبه لها، إن راهو الإيمان بإله ما يحلش المشكلة. يعني تو بعضهم يقول لك أنا وتنقول للكون إله أكهو حليت المشكلة، المشكلة تحلت، أهوك أوجدت، من أوجد الكون؟ جاوبت على السؤال من أوجد الكون، ولكن أنت لم تقم إلا بتأخير السؤال. يعني أنت عبارة أنك ما عرفتش ستيلو هذا شكون صنعه، قلت صنعه فلان. أكهو شكون فلان؟ ما نعرفوش. كل واحد يجي يتصور هذا الفلان شكون. إذن أنت هل حليت المشكلة؟ ما حليتش المشكلة، وإنما أخرت المسألة فقط. يعني أعطيت إجابة لستيلو وما أعطيتش إجابة لشكون المشكلة بتاع اللي أنت تدعي إنها صنع ستيلو، صنع القلم. المهم هنا حبيت أقول اللي لازمنا نفرقوا من بين حاجتين مهمين، لازمنا نفرقوا من بين الدين ومن بين الإيمان. الإيمان هو شيء يمكن نحسه ويمكن نعتقد فيه، ولكن ما عندنا حتى دليل عليه. النجم انا نقول الايمان مثل الحب، ساعات تحب انسان، فهمت، وما تعرفش علاش تحبه. ساعات تحس حاجه وما تعرفش علاش تحسها. هذا هو الايمان. يعني هذاك علاش انا نقول الايمان هي مساله طبيعيه في الانسان. يجي مثلا بعضهم يقول لك ان الانسان حيوان ناطق، لكن كي نجي نشوفه باهي صحيح الانسان معناتها النطق نتاعو متطور وبالكتابه وكل شيء، لكن ما يمنعش نلقاو بعض الحيوانات عندها نوع من النطق، ولو حتى انه بدائي. صحيح ان الانسان حتى في الاول كان نطقه بدائي، ثم طور هذاك النطق حتى اصبح كما توا موجود بالكتابه وغيرها وغيرها وغيرها.
نجيو نقولوا مثلا حاجة أخرى، ونقولوا إن الإنسان حيوان عاقل. ملي كنجيو نشوفوا نلقاو بعض الحيوانات عندها نوع من العقل زاد، حتى هي تفكر وتشوف وتخاف وتتعلم من تجاربها، فهمت؟ وقت تقع لها مشكلة تتعلم وتتناقل وتتوارث. صحيح أن عند الإنسان المسألة متطورة أكثر، ولكن حتى الإنسان في البداية كان يقترب من العقل الحيواني، من بعد تطور العقل متاعه. إذا شنو هي الحاجة؟ صحيح هو الإنسان أصله حيوان، يعني من فصيلة الحيوان، فهمت؟ احنا شنو عم نقولوا حيوان؟ هو من الحي. عم نقولوا حيوان هو من الحي، نعرفوا احنا اللي يتكون على حسب التفسير الفلسفي كل شيء متكون من جماد ونبات وحيوان، فهمت؟ والانسان نوع من الحيوان. ثم الانسان ترفع عن الحيوان باشياء مثل تطور العقل وتطور النطق وتطور التواصل، ولكن أنا أرى شيء يميز الإنسان على بقية الحيوانات هو الإيمان. عمركم شي شفتوا حيوان قاعد يعبد؟ لا. يعني الإيمان عبادة، أو العبادة عندما نقول العبادة ليس بمفهوم الديني، يعني الحيوان يتعامل مع الملموس، أشياء الملموسة، لكن ما يمنعش الحيوان صدقت هو يحلم وكل شيء. فما حيوانات تحلم، فما حيوانات فهمت تتصور حاجات، يمكن تخاف ساعات ما هوش داعي للخوف. ساعات تلقى الحيوان قاعد هكا ينقز يتخيل فما حاجه، من بعد ما تطلع فما حتى شيء، فهمت؟ لكن الانسان طور هذا الشيء اكثر، طور هذاك. علاش كون عنده نوع من الإيمان؟ الإيمان شنو هو الإيمان؟ الإيمان هو عبارة على أني أعتقد شيء على أساس أنه حقيقة بدون أدلة فعلية، مثل كما قلت لكم الحب. نجي نحب إنسان ونحس روحي أني مايل ليه وقريب ليه، رغم اللي ما فما حد شيء يستدعي أني نحبه. هذا هو الإيمان. الإيمان حاجة ما تعتمدش على أدلة ملموسة علمية. هذاك علاش أنا وقت نحكي على الإلحاد الغربي أو الشرقي أو الإلحاد الإنساني والإلحاد المادي، نقول اللي الإلحاد الإنساني أو الشرقي، ما نحبش كما قلت لكم ما نحبش نستعمل كلمة الشرق والغرب وكل شيء، نحب نستعمل ما يسمى بمصطلحات إنسانية أكثر شيء. إنسانية، المصطلحات الإنسانية أكثر واقعية. لازمنا احنا العالم هذا اللي احنا نعتبره العالم الثالث، اللي أكثر الوحود اللي مازالوا متمسكوا بالأديان، هي هذا العالم الثالث. يعني الشعوب الأخرى أكثرها مثلا في الغرب تخلصت بالأديان، تخلصت كليا من الأديان تقريبا، فما جانب كبير يعني وماشي وتتخلص أكثر. أما إحنا مازلنا نعتقد ونؤمن بأشياء ليس لها أي أساس من الصحة. يعني هذاك علاش قلت لك يعني المشكلة مش في الإيمان بحد ذاته، وإنما فيما نؤمن. يعني وتجيني واحد يؤمن بأن الإنسان سوف يصل للخلد، أو الإنسان سوف يتغلب على الموت، ويجي يعمل لي إيديولوجية سواء كانت دينية ولا عقائدية تعتمد على أشياء تدفعنا للقدام، كما مثلا فهم وحود يؤمنوا بالمخلوقات الفضائية، يؤمنوا بالمخلوقات الفضائية، يقول لك فما أشياء أخرى، كائنات ذكية موجودة خارج الكون ويمكن أن نتصل بها ويمكن أن نتعامل معها. باهي، هي كفكرة، فهمت؟ كإيمان، مش حقيقة، كإيمان. شنو تقلق؟ ما تقلقش. وقتاش يقلق الإيمان؟ وقتها يخلفنا ويخلينا نتأخر،
وقتها ما يعطيش قيمة لهذه الدنيا ولهذه الحياة. نجيو نشوفوا الإسلام لا يحترم الحياة البشرية، لا يحترم المرأة، لا يحترم الطفل، لا يحترم التطور، لا يحترم العلم، وإنما متخلف متمسك بأفكار جامدة ويريد أن يفرضها على بالقوة، ويريد أن يفرضها بالقوة على ذاته رغم اللي هي تخالف المنطق نتاعو كليا. المهم اللي حبيت نقوله من الكلام هذا هي راهي درتش، احنا نحاولوا باش ندرتشوا الا ما يسمى باللادينيين، سوى الربوبيين او اللاادريين او الملحدين، هما مستقبل البشرية لانهم ما عندهمش دين شددهم، وانما الدين الايمان نتاعهم النجم يقولوا فردي. اي ملحد او اي ربوبي او اي لا ادري المعتقد نتاعه فردي ليس جماعي، الدين هو فكر جماعي. هذا الفكر الجماعي ما عادش صالح في الوقت الحاضر، خاطر ولا نوع من التبعية. صحيح هو يوفر نوع من الأمان ونوع من الحياة الاجتماعية، يعني معناتها فما اللي يقول لك فهمت، يعني الأديان جاءت لكي تنظم الحياة الاجتماعية، يعني مش الإنسان مثلا توه في الغرب ولا في أي بلاصة أخرى يقول أنا مسلم ولا أنا مسيحي وأنا يهودي ولا أنا زردشتي، ولا ينضم إلى مجموعة، هذه المجموعة تنجم تحميه كفرد. ولكن أنا حسب رأيي هذه المصطلحات كلها سوف تنتهي، لأن الحاجة اللي تنجم تحمينا، الحقيقة الوحيدة اللي تنجم تحمينا هي جهاز الدولة والدولة اللي احنا فيها. يعني أنا كنت أكون موجود في دولة، مثلا أنا تونسي في تونس، لازمها الدولة هي اللي تحميني، مش الدين هو اللي يحميني، مش العقيدة هي اللي تحميني، لازم جهاز الدولة اللي أنا انتخبت وذاك انتخبه واللي معناتها هو مشرف على حماية تلك الدولة هو اللي يحميني وهو اللي ينتمي لي. يعني في هذه الحالة أنا وقتا نبدل الدولة، الدولة اللي نمشي لها هي اللي تحميني، إذا لازمني أحترم القوانين بتاع تلك الدولة. أنا مثلا وقت نمشي لفرنسا لازم نحترم قوانين فرنسا، وتمشي لأستراليا لازم نحترم قوانين أستراليا، كان نحب نعيش في الدولة هذيك لازمني نحترمها. هذه هي معناتها المصطلحات النجم نقولوا احنا جديدة اللي قاعد البشرية توا ماشي عليها. هو راهو كما قلت لكم مواضيع 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 ياسر طويلة في هذه المسألة، يعني المواضيع هذه يعني متشعبة ياسر، متشعبة تشعب طويل ياسر، يعني لا نجم نقولوا احنا لا تنتهي. هذاك علاش لازم نحاولوا نفكروا ونفهموا وما نحاولوش نكونوا جامدين. راهو الدين ما يقدر حتى شيء، والاسلام اكثر واكثرين. اذا احنا الشعوب هذه العالم الثالث لو اردنا بالفعل ان نتحرر وان نشارك البشريه في تطورها، اول حاجه نعملها ان نعترف بوجودنا كبشر، مش كمسلمين ولا كمسيح ولا كيهود ولا كل شيء، لازمنا نتخلاو على الفكر الايديولوجي، لان في الحقيقه الفكر يتغير ويتطور. ولو كان هناك شيء مقدس وحيد يمكن ان نقدسه هو الانسان وحياه الانسان ومال الانسان وذات الانسان وجسد الانسان وحريته في التعبير، هذه الأشياء اللي لازمها تكون مقدسة لأن هذه أمور دائمة. أما الفكرة إسلام، مسيحية، ليبرالية، علمانية وغيرها من الأفكار والإيديولوجيات سوى الدينية سوى السياسية سوى الفكرية سوى الفلسفية هي تتطور، بينما وجودي أنا الذاتي هو الشيء المقدس الذي تتطور الأفكار ضمنه ومن خلاله.
إذن يجبنا أن نقدس حياة الإنسان ونقدس ذاته كفرد. معناتها هذه معناتها مسألة لازمنا نفهموها ونعرفوها. ما نحبش نطول عليكم ياسر، يعني هنا حبيت إن هذه الفيديو كعبارة على دردشة، دردشة يعني جانبية. حبيت معناتها كيما نقولوا احنا نتكلم بكل حرية. وحبيت نقول يا لادينيين، راهو الطريق قدامكم مازال طويل، مازال طويل 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 ياسر، وما تستسلموش. راهو كان كل واحد منكم، كل واحد فهمت، كل واحد منكم يفكر في ذاته، يفكر في نفسه ويسعد نفسه. هذه معناتها الافكار الجماعيه وتتبيع كيما البعير وكيما الغنم، هذه ما عادش تمشي، ما عادش نضمه. هذا لازم كل انسان، كل انسان يكون فهمت شيء قائم بذاته، قائم بذاته، مستقل بذاته، قوي بذاته، يحقق الاستقرار والسعادة. عندما نقول السعادة بمفهوم السعادة يعني الاعتماد على نفسه، وما عادش ينضم إلى أي فكر ديني مهما كان، وإنما الشيء الوحيد اللي يمكن ينضم ليه هو ذاته وشخصيته، ويعبر على كل أفكاره بكل حرية ويطور أفكاره، فالأفكار تتطور وهو يتطور مع الوقت. ويمكن حاجة مثلا يعتقدها توا من بعد يولي ما عادش يعتقدها في المستقبل نتيجة النقاش والحوار. وراه بالطريقة هذه وحدها يمكن البشرية انها تتطور اكثر، وانها تقدم اكثر، وانها تقدم اشياء وتقضي على كل ما انواع الظلم الموجود في الكون، وتكون هي رب هذا الكون، وهي مستقبل هذا الكون، ليس بالمفهوم الديني وإنما بمفهوم إنساني متحضر. ومع فيديو قادم وشكرا.